اليوم او امس الباحة بالليل اتوقع علقت على احد الزملاء الاطباء بالبوست ماله، كان عنده بعض الاخطاء الاملائية. المهم وقال لي مشكور يا ابو الاسود الدؤلي. في شيء عني انا، اني اذا شفت اخطاء املائية قواعد مش عارف ايش، لابد اني انا اقول ان ترى في غلط، مو عن شيء ولكن احس ان انا زين بالعربي وبالانجليزي بالقواعد. الخطأين اللي علقت عنهم كان الاول باستعمال الهمزة والثاني باستعمال واو الجماعة. واو الجماعة اللي هي واو وراها ألف تستعمل بالأفعال، فمثلا لما الواحد يكتب يأكلوا، يأكلوا آخر شيء واو ألف لأن يأكل فعل. ولكن لما نقول ذهب مدرسو اللغة العربية، المدرس أو المدرسين اسم، فالواو هذه ما تلحقها ألف أساس تدل أن هذه واو الجماعة، فلازم يكون في فعل. الهمزة ناسي أنا بالضبط شنو أساميهم، أظن همزة قاطعة والثانية همزة وصل. فعلى سبيل المثال الجيل اللي عقبنا يا تعلم بالمدرسة شنو، أنا أأكل وأشرب، فكلهم همزات قاطعة تصير الهمزة فوق الألف. أو مثلا نبي نقول إنسان، الإنسان ألف والهمزة تحت الألف. ولكن في اللي الهمزة الوصل ما تنحط عليها شيء، تصير ألف عصاية بدون أي همزة. شنو المثال على ذلك؟ مثلا بالقرآن فسبح بحمد ربك واستغفر، واستغفر الواو ألف ماكو لا همزة لا فوق ولا تحت. إنزين أنا شلون أعرف هالمعلومات؟ أمانة أنا أقرأ الجملة أو إذا بكتب جملة أسمعها فأحس موسيقيا الجملة خطأ، يعني ما يصير أقول فسبح بحمد ربك واستغفر بدلية، فلا بد تكون واستغفر. أذكر يوم كنت صغير كنت أدرس إخواني أو بيتنا على كان وإن وأخواتها، وما زلت إلى اليوم إذا بكتب كان أو إن واسمهما أو خبرهما فأنا أردد الجملة اللي كنت أعلمهم فيها. كنا نقول وإحنا صغار كان الولد سعيدا وإن الولد سعيد، يعني هذه الجملة يمكن كررناها فوق الألف مرة. أنا أقول كان وأخوي أو أختي يردون الولد سعيد، وبعدين أسكت أقول إن الولد سعيد، كان الولد سعيدا، إن الولد سعيد مليون مرة. فأنا الحين ما أعرف القاعدة مرفوع منصوب مو حافظها، أنا حافظ التون كان الولد سعيدا. نفس الشيء بالإنجليزي، ساعات الجملة موسيقيا ما تضبط، فأضطر أني أعلق على اللي كاتب الجملة وأصحح له، فأرجو تحملوني. في ناس وردي طرشت تقول زين شنو المغزى من القصة؟ صراحة أنا ما قلتها وبالي مغزى، خل أفكر. إنزين الحين شنو المغزى من القصة؟ المغزى يتجلى لنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فزملائي الأطباء إذا حبيتوا تكتبون بوست لابد من التحقق من أن اللغة المستعملة والقواعد صحيحة 100%، كما أني متأكد أن أنتوا تتحققون من المعلومات الطبية أيضا اللغة لازم تكون صحيحة، وكل شيء نسويه لازم يكون بيرفكت.